بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين بقلم العالم الأزهري أسامة السيد محمود، نفعنا الله بعلومه وبارك فيه. آمين يا رب. رحمه الله ونفع به. مفهوم الجهاد، لأنهم تلاعبوا بالجهاد وجعلوا الجهاد جهاد ضد المسلمين مش ضد الكفار، خد بالك خطورتهم. جعلوا الجهاد ضد المسلمين مش ضد الكفار، وحولوا الجهاد اللي هو قتال في سبيل الله إلى قتل، والقتال غير القتل. والجهاد جعلوه هو السلاح فقط، والجهاد له وسائل أخرى غير السلاح. شفت بقى، غلطوا من جهات عديدة، تعريف الجهاد والهدف من الجهاد ووسائل الجهاد، أخطأوا في كل. دي المشكلة بتاعتهم. فبيقول هنا الجهاد بعد أن وقعت التيارات المتطرفة في تكفير المسلمين بسبب قضية الحاكمية، ثم وصفوا المسلمين بالجاهلية التي هي كفر وشرك، ثم جزموا بانقطاع هذا الدين منذ قرون، وحكموا بكفر القوانين والتساتير، انتقلوا لاستلام مهام الحكام وولاة الأمر، ووجهوا السهام إلى صدور المسلمين، وحصروا هدفهم بنزع مقاليد الحكم وإنشاء كيان سياسي بديل، وجزموا بحتمية الصدام، ثم سموا ذلك جهادا. والحقيقة أن مفهوم الجهاد الذي شرعه الله تعالى وجعله عملا واسعا وراقيا، والقتال صورة من صوره، يعني وليس كل القتال، ماشي القتل كمان، القتال صورة من صور الجهاد. ثانيا القتال ده لا يكون إلا إيه، بأمر حاكم مش بأمر مجموعة من نفسها كمان. هم كمان نفسهم كده يروح القتل لوحده، مين اللي ولاهم ومين اللي قال لهم؟ نفسهم، فهمهم الخطر. والقتال صورة من صوره، فقد جعله الله تعالى مرتبطا بمقاصد الشرع التي هي الهداية وإحياء النفوس لا إزالة، وجعله الله تعالى محكوما بمنظومة قيم حاكمة تدفع أصحاب الجهاد الحق ألا يقطعوا شجرة وألا يهلكوا شاة وألا يروعوا راهبا في صومعته، وجعله الله تعالى مرتبطا بتقدير شؤوني ومقداري ومآلاتي. يعني قال لك حتى الراهب في صومعتي اللي هو الكافر مش مسلم ما تخوفوش، فضلا والوقت بقوا يفجروا نفسهم جوه المساجد والناس بتسجد. هو ده الجهاد بتاع ربنا بقى، يجي جوه الجامع، اذا كان لو كانت صومعه كافر ما تهدمهاش عليه وسيبه في حاله، يقوم يخش مساجد المسلمين ويفجر نفسه بحزام ناري ونظن ان هو رايح الجنه. مفجر قضيه، حاجه غريبه والله، حاجه غريبه، شغل شيطان. هم مش قتلوا الشيخ محمد سيدنا عمر الفوطي جوه الدرس بتاعه ده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ولو شيخ كبير ما تقتلوش، كافر كافر بس شيخ كبير، ده شيخ كبير ومسلم وجوه مسجد وعالي ووالي كبير وقضى عمره في تعليم الناس، يعني شوف كم مانع يمنعه، ده لو كافر وشيخ كبير ممنوع قتله. عملوا عمايل جامده يا سيدي، ربنا ينجينا. وألا يروعوا راهبا في صومعته، وجعله الله تعالى مرتبطا بتقدير شؤونه ومقداره ومآلاته، فإذا خرج عن حدوده أو جاوز مقداره أو تم إيقاعه على غير محله خرج عن كونه جهادا وتحول إلى إساءة وظلم وعدوان. فنحن أمام عدوان متكرر على مفاهيم الشريعة وقضاياها، ثم إيقاعها وتنزيلها على أفكار مغلوطة عندهم بعد انطلاقهم من الكارثة الكبرى والتي هي تكفير المجتمع، حيث تولدت من التكفير سلسلة وشعب كثيرة من التطبيقات المغلوطة التي يستجلبون لها مصطلحات الشرع الشريف، فتختل مصطلحات الشرع وتلتبس على الناس، بل ويترتب على ذلك خطأ فادح. يجيب لك آية، واخد بالك إزاي؟ هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عند. دي آية قرآنية، دي نزلت للمسلمين وهم بيواجهوا كفار، يقوم يعملها على ابنهم. ده تحويل الكلمة، تحريف الكلمة على مواضعه، وده من الكبائر تحريف الكلمة. ده مذهب يهودي اللي هم ماشيين فيه، ده مذهب يهودي تحريف الكلمة على مواضعه، يجيب الآيات في غير موضعها والأحكام في غير موضعها. أصل الفرق دي كلها خارجة من الخوارج، وأصل الخوارج عبد الله بن سبأ اليهودي. ما هو شوف على الأصل دور، كان زمان يقول لك إيه؟ على الأصل دور.
فهمت بقى ازاي؟ وأن التطبيقات المغلوطة عندهم والتي اغتصبوا لها مصطلحات الشرع، حلوة كلمة اغتصبوا دي، جميلة برضه. اغتصبوا لها مصطلحات الشرع، يعني يجيب لك الآيات والأحاديث ويقولها على غير موضع. جعلت الناس تنظر إلى مفاهيم الشريعة من خلال تطبيقات هؤلاء، فيستقر في الأذهان تصور مغرض في القبح والظلمانية عن قضايا الشرع، وتتحول في أعين الناس إلى شقاء بعد أن جعلها الله رحمة وحياة وإكراما للإنسان. وقد روى البخاري ايضا من حديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال: اقبل رجلين بناضحين وقد جنح الليل. الناضح هي الناقه التي يجلب عليها الماء، يشيلوا عليها الماء عشان يجلبوه، يسموها ناضح. اقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي، فترك ناضحه واقبل الى معاذ فقرا بسوره البقره او النساء صلاه عشاء، والراجل جاي مجرش العربية بتاعته بره، والعربية بتاعته كانت عبارة عن جمل، ويمكن واقفة في الممنوع، ويمكن يجي الونش يجرها، وعايز يصلي العشاء ويمشي. راح بقى سيدنا معاذ الله أكبر وشغل في سورة البقرة، مش عايز يركب. وبلغه أن معاذا نال منه. أما الراجل عمل إيه؟ نوى المفارقة وصلى وساب معاذ يكمل براحته، وخرج للناضح بتاعه وراح يصلي الفجر عند النبي عشان يشتكي له معاذ. فهمت بقى؟ لما مشي قالوا لسيدنا معاذ: شوف الراجل سابك ومشي، المنافق نال منه. شفت بقى؟ قالي معنى نال منه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت؟ تفتن الناس يعني تعمل حاجة؟ الصلاة دي أمر مطلوب، تقوم تعملها بطريقة تخلي الناس تترك الصلاة. متابعة الإمام أمر مطلوب، تقوم ترهق الناس فيضطروا إنهم يتركوا متابعتك ويعصوا ربنا. فاهم؟ زي بالظبط واحد متألم أوي وتعبان أوي، تقول له صلي على النبي، يقول لك مش هصلي عليه يا أخي، اصبر لما آخد مسكن. تقوم أنت وقعته في معصية، طب ما تسيبه جيب له مسكن الأول. مش بتحصل الحكاية دي؟ تقوم تقع في المعصية. يجي واحد بيموت وبيغرغر، قول لا اله الا الله ويجوا له كده، يروح رب لا اله الا الله، قول لا اله الا الله، في الاخر يروح تقفل في وشه ويموت على كده. ليه؟ ليه بس؟ خلي اخر حاجه يعملها بدون ايه يتف في وشه. يعني ما يصحش، لازم تراعي ظروف اللي امامك. فهمت ازاي؟ اما يبقى في امر ما ما تؤمروش بامر يرفضه. زي ام مثلا، تلاقي الاب بيأدب ابنه بيضربه، تقوم في اللحظه بتحب ابوك يا حبيبي ولا بتحبني انا اكتر من ابوك؟ طبعا في لحظه الضرب يحاول لا انت، لان ابوه اللي بيضربه. ما ينفعش كده، ما تصطادش في الميه العكر. فاهم؟ يعني لازم تراعي ظروف اللي امامك. يا معاذ، افتان انت؟ ثلاث مرات، فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل اذا يغشى فانه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجه. ادي رحمه النبي، يعني النبي رحمه. انت تراعي تحس بغيرك، مش تعيش في نفسك. النبي لو على نفسه كان كرت عينه الصلاه، كان عايز يصلي على طول. لكن كان يسمع بكاء الصبي وناوي يطول يقصر صلى الله عليه وسلم. يعني لازم تشعر بشعور غيرك، مش بشعور نفسك. انت ربنا فتح عليك وفتح عليك باب الذكر ومبسوط، والتاني مسكين اولا تعبان وخلقه ضيق وعنده ازمه ربويه وعنده بتاع، وتقول له يا اخي اذكر ربنا، خد استحاء، اذكر ربنا، قول سبحان الله. هو مش قادر ياخد نفسه. لا قول، ما مش هقول. لانك انت مش دريان بيه، تقوم تفتكر نفسك انك انت احسن منه. انك تذكر هو رفض الذكر. يقوم في الاخر تتقابله قدام ربنا يطلع هو احسن منه. فهمت بقى ازاي؟ فلازم نعتذر لبعضنا البعض، وبلاش الطريقه دي. بهذا البيان النبوي الصريح يجعل الانسان اذا استقل لنفسه بطريقه في تطبيق الشرع والزم الناس بها حتى اثقل عليهم، جعل هذا عملا خطيرا وسمى صاحبه فتانا، ولفت نظره الى مراعاه اثر فعله على نظره الناس للشرع الشريف. كل هذا مع تسليم فضل القائم بذلك، ولو كان يحب التطويل في الصلاة. بتحب التطويل في الصلاة؟ صلي بقى الصلاة بتاعتك أنت، النافلة بتاعتك بقى، اعمل فيها اللي أنت عايزه. إنما الفريضة وراك ناس كتير.
فكيف من كفر الناس ثم حمل عليهم السلاح ثم سمى عمله هذا جهادا؟ مرة كنت بصلي زمان وانا في ثانوي في محطة قطر، الراجل في صلاة عشاء والقطر هيقوم، يقوم يقرا سورة الصف كامل، والناس عايزة تصلي العشاء وتلحق القطر، انت بتصلي في محطة قطر والقطر عايز يزمر. طب قول لي انت مخ اللي بيصلي ورا بقى وحاجز في القطر هيبقى مخه ايه؟ هيسيبه ويمشي. طب ما فيش داعي، انت في محطة قطر ان شاء الله حتى تكتفي بالفاتحة وقل والله واحد والركوع على طول ثلاث مرات وخلص الناس، كل واحد يلحق نفسه. غير بقى واحد بيصلي في حي كده سكني هادي زي المقطم هنا، ولا في مصالح ولا بتاع، والناس كلها جايين من بيوتهم ومبسوطين ومفيش حد، خلاص يا سيدي بقى صلي بيهم بصوت الكهف زي احيانا ما بنعمل احنا، واخد بقى احيانا مش على طول يعني. ليه؟ لان انت في حي سكني، غير اللي بيصلي في مطار، غير اللي بيصلي في محطه ايه اتوبيس، بيحط محطه قطار، فهمت ازاي؟ يعني ده كل حاجه ده ليها حل، فلازم تبقى انت شاعر بايه؟ مدرك بالواقع اللي انت فيه. فكيف من كفر الناس؟ اذا كان اللي عمل كده في الصلاه النبي قال له افتنك، فما بالك اللي كان سبب في تكفير الناس؟ فهمت ازاي؟ يبقى موقفه ايه عند الله؟ ثم حمل عليهم السلاح ثم سمى عمله هذا كمان جهادا. وانظر مثلا قول صالح سريه في رساله الايمان. صالح سريه اللي هو كان زعيم تنظيم الفنيه العسكريه، كان فلسطيني، وكان تمت الاجتماعات دي ببيت زينب الغزالي، ربنا يهديهم ويرحمهم جميعا ويرحمهم. بيقول ايه بقى في رساله الايمان؟ والجهاد لتغيير هذه الحكومات واقامه الدوله. كراسه صالح سريه دي كانت عندي في دوري، جات لي، والكراسات بتاعه التكفير والهجره بتاع مصطفى، كان اسمه مصطفى شكري، ايوه كانت عندي، قال لي شكري مصطفى، شكري مصطفى كانت عندي. كل الحاجات دي مرت عليا، لان انا كنت في الحاجات دي كلها واحنا كنا يا دوب طالعين شباب قوي طالعين. تعرف يقول سبحان الله ربنا عصمنا من هذا الكلام، نقران ليه مضلم؟ طب مضلم ليه ما نعرفش؟ لكن عشان بنحب النبي، والله حبك للنبي يعصمك انك انت تتاثر بالكلام، تحس انك انت اول ما تقرا لقيت نفسك بتكره كل الناس. فهمت ازاي؟ والنبي رحمة للعالمين، المفروض لما تقرا حاجة تلاقي نفسك بتحب كل الناس. الحق كده، الحق لما تقرا تلاقي نفسك بتحب كل الناس وترحم كل الناس وتعذر كل الناس، لأن عشان تبقى رحمة. لكن كنت أقرا كلامهم ألاقي نفسي بكره كل الناس، أو أقول إيه؟ أكيد الكلام ده غلط، بدون ما أعرف أرد عليه. كنا لسه في ثانوي وفي إعدادي كلية، وكنا صغيرين لسه، لا قرينا ولا درسنا ولا حتى نعرف المشاهد. لكن هي ده المقياس، ان ديننا رحمه للعالمين، اي حاجه تقراها تلاقي نفسك بتحب الناس وتعذر الناس، اعرف ان هي دي هي دي النبي. اي حاجه تخليك بتكره الناس، ده كان تقرا كلامهم يخليك اول ما تكفر تكفر ابوك وامك اللي هم بيربوك، وبعضهم كان فعلا بيكفر ابوهم ويسيبوا بيوتهم. فهمت ازاي؟ يعني ده بقى دين؟ اكفر ابويا وامي اللي هم طول النهار قاعدين بيربوني وبيصلوا ويصوموا وحجوا، ازاي كفرهم؟ كل ده علشان ايه؟ علشان اصلهم بيحبوا جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر ده عندهم مثلا اللات والعزى، حاجه غريبه في الشكل. افرض ان هم بيحبوا عاصي، حد عبد الناصر عاصي مثلا، وبيحبوا واحد عاصي، هو محبه العاصي لا لمعصيته، لانسانيته، لانه انسان. وانا ما بحب العاصي بحبه عشان بيعمل معصيه، ولا بحبه عشان انسان، ده اخويا، ده ابويا، ده قريبي، ده من بلدي. فهمت ازاي؟ يعني انت بتكره المعصيه ولا تكره العاصي؟ دي فرق كبير، هما ما بيفهموش الحاجات دي للاسف. فالمهم بيقول في رساله الايمان ايه بقى صالح سريه؟ والجهاد لتغيير هذه الحكومات واقامه الدوله الاسلاميه فرض عين على كل مسلم ومسلمه، لان الجهاد ماض الى يوم القيامه، واذا كان الجهاد واجبا لتغيير الباطل حتى ولو لم يكن كافرا كما الحسين رضي الله عنه، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، فإن الجهاد ضد الكفر لا يختلف اثنان من المسلمين أنه أفضل الفرائض وذروة سنام الإسلام. شفت تلبيس إبليس؟ شفت بقى تلبيس إبليس؟ الكلام ده كله كلام صح، بس يؤدي إيه؟
انك انت تفجر نفسك في بلدك اللي انت عشت فيها اللي هي مليانه مآزم ومصلين. ادي التلبيس. الكلام ده نازل علشان تواجه العدو الكافر المعتدي. يوم هو يحوله الى المسلم المسالم اللي انت عايش معاه. شفت بقى تلبيس ابليس؟ فان الجهاد ضد الكفر لا يختلف اثنان من المسلمين انه افرد الفرائض وذروه سنام الاسلام. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية، ومن ماتوا دفاعا عن حكومات الكفر ضد من قاموا لإقامة الدولة الإسلامية فهم كفارا إلا إذا كانوا مكرهين فإنهم يبعثون على نيته. وهذه قضية خطيرة أغفلها المسلمون اليوم وتحتاج إلى إفرادها برسالة مستقلة، إن الحركات الإسلامية كثيرا ما تتلكأ عن القيام ضد هذه الدولة خوفا من إراقة الدماء لأنهم لم تتضح لهم هذه القضية الواضحة وضوح الشمس وهي كفر هذه الدولة. يعني بيقول لهم أريقوا الدماء ولا تخافوا. ده اسمه كلام رسائل كلها تحض على قتل المسلمين. فبهذا تحول مفهوم الجهاد على يده إلى التكفير والعدوان على الناس، وقد تورط في ظلمات متكاثفة سماها جهادا. وبعدين عامل مقارنة بين الجهاد كما شرعه الله وهو أمر شريف يحقق الهداية، وبين الصورة المظلمة المغلوطة عند التيارات المتطرفة. التصور الصحيح الجهاد عمله في خيانة، وعمل التصور المغلوط في خيانة. فبيقول في التصور الصحيح اتساع مفهوم الجهاد، حيث أن الجهاد الذي شرعه الله هو شأن شريف نوراني يتحقق بصور متعددة، فيكون بالقلب وبالدعوة وبالحجة وبالبيان والرأي والتدبير، وقد تتحتم الحاجة فيه إلى القتال عند الصراع فيكون بالقتال. وانظر كلام الفقهاء في ذلك في كتاب كشاف النقاع للعلامة البهوتي وقايل ايه الجزء بتاعه والصفحه. المقابل بقى بيقول ايه؟ المقابل الصوره اختزال الجهاد في القتال فقط، واختزال القتال في القتل فقط. يعني اختزلوا الجهاد الى قتال، واختزلوا القتال الى قتل، وجعلوا القتل موجه ضد المسلمين كمان. الجهاد عند عموم العلماء وسيلة. هل في يهودي واحد قتلته هذه الفرق؟ ما قتلوش يهودي من يوم ما ظهروا، من أيام عبد الله بن سبأ على فكرة، تتبع كده من أيام عبد الله بن سبأ كل التواريخ لحد الوقت لم يقتلوا أبدا كافر، قتلوا مسلمين لا يوافقهم في الرأي، بس على طول كده طول عمره. الجهاد عند عموم العلماء وسيلة وليس غاية تقصد لذاتها، والوسائل هي الأحكام التي شرعت لتحصيل أحكام أخرى، فهي غير مقصودة لذاتها بل لتحصيل غيرها على الوجه الأكمل، كما هو تعريف إمام علماء المقاصد العلامة الطاهر بن عاشور في كتاب مقاصد الشريعة. وعليه فارتباط الجهاد بالقتال ليس متعينا بل لمتعين هو ما يحقق المقاصد، وقد يصبح ترك القتال نفسه متحتما لتحقيق المقصود الذي هو الجهاد. حتى ينص شيخ السادة الشافعية الإمام الرملي في نهاية المحتاج على أن الجهاد قد يحصل بإحكام الحصون والخنادق، وقد يحصل بالقتال. المقابل بقى بيقولوا ايه؟ القتال عندهم غايه مقصوده لذاتها. قال القرضاوي في كتاب ابن القريه والكتاب ملامح سيره ومسيره في الجزء الثالث صفحه 59، وكما ناقشت الشهيد سيد قطب في رايه حول قضيه الاجتهاد، ناقشته في رايه في الجهاد، وقد تبنى اضيق الاراء واشدها في الفقه الاسلامي مخالفا اتجاه كبار الفقهاء والدعاة المعاصرين، داعيا إلى أن على المسلمين أن يعدوا أنفسهم لقتال العالم كله حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صادمون. النقطة الثالثة في المفاهيم الصحيحة، المقصد الأعظم عند العلماء هو للجهاد. المقصد الأعظم عند العلماء هو للجهاد، لا هي كلمة هو دي شلة. المقصد الأعظم عند العلماء للجهاد هو الإدارة، ففي هو زيادة كده شلة. قال الإمام التقي السبطي في الفتاوى قوله صلى الله عليه وسلم لعلي لما وجهه إلى خيبر لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم، فرأينا قوله صلى الله عليه وسلم ذلك في هذه الحالة يشير إلى أن المقصود بالقتال إنما هو الهداية والحكمة تقتضي ذلك، فإن المقصود هداية الخلق ودعائهم إلى التوحيد وشرائع الإسلام وتحصيل ذلك لهم ولأعقابهم إلى يوم القيامة فلا يعدله شيء. فإن أمكن ذلك، كل كلام ده كلام تقي من السبط، فإن أمكن ذلك بالعلم والمناظرة وإزالة الشبهة فهو أفضل. ومن هنا نأخذ أن مداد العلماء أفضل من دم الشهداء،
وإن لم يمكن إلا بالقتال قاتلنا إلى إحدى ثلاث غايات، إما هدايتهم وهي الرتبة العليا، وإما أن نستشهد دونهم وهي رتبة متوسطة في المقصود ولكنها شريفة لبذل النفس، فهي من حيث بذل النفس التي هي أعز الأشياء أفضل، ومن حيث أنها وسيلة لا مقصود مفضولة، والمقصود إنما هو إعلاء كلمة الله تعالى. وقال الإمام العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: إن الوسائل تسقط بسقوط مقاصدها. المقابل بقى بيقولوا إيه؟ ليس للجهاد عندهم ولا القتال أدنى دور في تحقيق الهداية، بل هو لتحقيق الغلبة فقط وليس لتحقيق الهداية. ما يهموش الهداية، هو يهمه التمكن والغلبة والقهر. النقطة الرابعة في المفاهيم الصحيحة: الجهاد حكم شرعي وليس حماسة أو اندفاع، فتعتري الأحكام التكليفية الخمسة، قد يكون واجبا، قد يكون مندوبا، قد يكون حراما بحسب تقدير شؤونه وأحواله ومقاصده ومآلاته. وقد شرع الله الأحكام وشرع أيضا ما يرفعه، فربما كان الجهاد في صورته صحيحا لكنه باطل في الحقيقة لجريانه على غير محله ولخروج عن ضوابط الشرع فيه. وإذا خرج الجهاد عن ضوابط الشرع فإنه تحول إلى عدوان وقتل وسفك دماء وسعي في الأرض للتدمير. وإذا كان صلى الله عليه وسلم تكلم عن آداب الوضوء ثم قال فمن زاد على ذلك فقد أساء وظلم، فجعل تجاوز المقدار المحدد شرعا في استعمال الماء في وضوء الشخص ظلما وإساءة، رغم أنه أمر شخصي في استعمال المياه، فكيف بمن يطيح بالرقاب ويريق الدماء ويروع الآمنين ويفعل كل ذلك بمنتهى الفوضوية وليس له في منطلقه أي تأصيل شرعي ويصحح انتساب فعله إلى الشرع؟ فالأمر في حقيقته أهواء تتلاعب بأصحابها وتشبع ما في نفوسهم المريضة من زعامة وتسلط على رقاب الناس، ثم هم ينسبون كل تلك الدراهم المنفلتة للشرع الشريف فيصدون الناس عن دين الله. فالجهاد حكم شرعي قد يكون واجبا وقد يكون حراما ممنوعا إذا فقد شروطه وأغرق أصحابه في سفك الدماء، وحولوا الجهاد من باب صد للعدوان وحرص على تأمين المجتمعات ووقف الانتهاك إلى شهوة نفسية للقتل والتسلط. وقد قال الإمام القرافي في الفروق: كما شرع الله تعالى الأحكام شرع روافعها. المقابل بقى: الجهاد أو القتال عندهم عمل عدواني أهوك لا يحكمه دين ولا عقل، بل هو تزوير للمفاهيم، حيث يرتكبون المذابح الهائلة ويقطعون الرقاب ثم يطلقون اسم الجهاد على تلك الدراهم، فتكون النتيجة أن يلحد الناس ويصدون عن دين الله. وعامل مقارنة أخرى بين فهم جمهور علماء الأمة لمعنى الجهاد في مقابل شذوذ فهم سيد قطب. أول حاجة شذوذ سيد قطب: الجهاد عند سيد قطب صدام مع العالم كله، والكلام ده لسه قايله في القرضاوي نقلا عنه في كتاب ابن الخريط اللي احنا لسه قاريين. رأي جمهور العلماء بيقول ايه؟ قال القرضاوي في كتاب ابن القرية والكتاب ملامح سيرة ومسيرة في الجزء الثالث صفحة 61 الطبعة الثانية دار الشروق، ومما ننكره على الأستاذ سيد قطب رحمه الله أنه يتهم معارضيه في فكرته عن الجهاد من علماء العصر بأمرين: أولا السذاجة والغفلة والبل أو البلاء، ونحو ذلك مما يتصل بالقصور في الجانب العقلي والمعرفي. الثاني الوهن والضعف النفسي والهزيمة النفسية أمام ضغط الواقع الغربي المعاصر وتأثير الاستشراق الماكر مما يتعلق بالجانب النفسي والقدر. والذين يتهمون بذلك هم أعلام الأمة في العلم والفقه والدعوة والفكر، ابتداء من الشيخ محمد عبده مرورا بالشيخ رشيد رضا والشيخ جمال الدين القاسمي والشيخ محمد مصطفى المراغي والمشايخ محمود شتوت ومحمد عبد الله دراز وأحمد إبراهيم وعبد الوهاب خلاف وعلي الخفيف ومحمد أبو زهرة ومحمد يوسف موسى ومحمد فرج السنموري ومحمد المدني ومحمد مصطفى شلبي ومحمد البهي وحسن البنا ومصطفى السباعي ومحمد المبارك وعلي الطنطاوي والبهي الخولي ومحمد الغزالي وسيد سابق وعلال الباسي وعبد الله بن زيد المحمود وغيرهم من شيوخ العلم الديني ممن قضى نحبه ولقي ربه مثل الذين ذكرناهم، وممن ينتظر من اعلم لهم قدرهم لا داعي لتسميته. فده واضح، الامر واضح والله تعالى اعلم. ثم نتكلم على مفهوم التمكين الجمعه القادمه ان شاء الله.
من هم أهل الحل والعقد الآن؟